السلام عليكم، معكم مؤيد شعبان. إن شاء الله اليوم رح نشرح عن الفيريدنس ستريبتوكوكاي بطريقة السيمبوليك مايند ماب. من الاسم فيري معناها جرين أو أخضر، ودانس أخذناها من الدانسينج، فعنا هون بالي دانسر لابسة فستان أخضر وعم ترقص، وإيديها وإجريها من الستريبتوكوكاي عشان نتذكر الفاميلي. تمام، هلا هاي البكتيريا تعد من النورمال فلورا خاصة الاورال كافيتي، فعنا فهاي البنت عم تبتسم وللأسف اسنانها مسوسين، فهاي البكتيريا هي بتعمل لنا الدنتال كاريز. ومن بعد هاي البسمة 50% من الناس زعلوا وانصدموا وصار عندهم سب اكيوت اندوكاردايتس، وحتى القلب صار بعيد، وفي رواية أخرى بيحكوا إنه صار كرسي للدي جي تبع الرئيس الموجود عندنا هون. بما إنه سب أكيوت فهي بتصيب الفالفز اللي بيكونوا مش نورمال، بيكونوا ضعاف، فعشان هيك عندنا الفالفز هدول زعلانين. بالنسبة للدياجنوسز، بس أو القطة الموجودة عندنا هون أجت بدها تاكل من الطبق الأحمر هذا، فبس البنت مسكتها ولما مسكتها زعلت البسة فكتاليز نيجاتيف، والطبق الاحمر عندنا هون عامل الفا هيموليسز، فهي على البلاد اجار تعمل الفا هيموليسز. وطبعا شو اسمه، في عندنا البلاد كلتشر تكنيك لانه السامبل بتكون موجوده هي بلاد. في عندنا كمان طابه الحمراء تبعت الراس، برضه هاي اللي بتلمع برضه عليها الفا هيموليسز، بس برضه عشان تذكرنا في الالفا هيموليسز. في عندنا كمان هاي البكتيريا لازم نفرقها عن ستريبت نيومونيا في بأحد الطرق، منها طريقة الأوبتو تشين. أوبتو معناها عين، وتشين يعني زي دقن، فأخذنا التشين الموجود عندنا هون. فالبنت وهي بترقص البالي ضربت الأوبتو تشين وكسرته، فبدل إنه هاي البكتيريا أوبتو تشين ريزيستنت. إذا بدنا نحكي عن التريتمنت، منلاحظ إنه طيرت البنسلين كمان، وهي زعلان والسلين طايرة، فهي بنسلين ريزيستنت. فالتريتمنت بكون هو عبارة عن كومبينيشن بين جنتامايسين والبنسلين. جنتا زي شنطة، فالشنطة شو اسمه مسكتها البنت، ومايسين اللي هم المايسين اللي بتهبلوا، وفي معها البنسلين اللي هو الألم، وممكن نعتبره الألم الحمرة أساس نطبقها على القصة. في عنا هلا نحكي عن البريفنشن. بالنسبة للبريفنشن نستعمل الامبيسلين. الامبيسلين هو الامبيفاير، مكبر الصوت للدي جي الموجود عندنا، اكيد نحتاج عشان الرئيس. او بنستعمل الاموكسيسلين. الاموكسيسلين عندنا A و M، واوكس معناها طور زي عندنا الموجود هون، فعشان هيك حطينا القرون. تمام، بس باخر اشي بدي احكي انه حاطين هون، كنا حاطين جي اي تي، وهون حاطين اشاره فيميل جينيتال تراكت اساس برضو هدول النورمال فلورا، الاماكن النورمال فلورا الثانيه، وفي حال اجت سؤال مالتيبل تشويس. شكرا لكم، بتمنى اكون فدتكم في الفيريدنس ستريبتوكوكا.